لحظات تدعو للفخر. الملك محمد صلاح يلتقي بالأمير ويليام وزوجته ويحذر من أمر خطير. صلاح في حفل إيرتشوت متحمس للوجود هنا. إنقاذ المحيطات أمر حيوي. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب محمد صلاح ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للنجم المصري. ولا تنسوا تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. لحظات تدعو للفخر. الملك محمد صلاح يلتقي بالأمير ويليام وزوجته ويحذر من أمر خطير. ظهر محمد صلاح جناح ليفربول سعيدا بالتواجد في حفل إيرتشوت لتكريم الفائزين بتقديم حلول للمشاكل البيئية. صلاح سلم جائزة أنقذوا محيطاتنا في حفل كبير أقيم في قصر ألكسندرا الشهير وأطلقه الأمير ويليام وسير ديفيد أتنبورو العام الماضي. صلاح قال في كلمته قبل تسليم الجائزة: يسعدني أن أكون هنا في هذا الحدث الرائع والمهم للغاية. أنا متحمس لهذا لأنني نشأت بالقرب من المياه والبحر الأبيض المتوسط، وهو أمر حيوي للحياة في المنطقة تماما مثل جميع بحار ومحيطات كوكبنا. وأضاف: بحلول نهاية القرن قد يكون هناك بلاستيك أكثر من الأسماك في المحيط، ما لم نفعل شيئا الآن. إنه أمر مخيف، ولكن المتأهلين للتصفية النهائية لهذه الجائزة وجدوا حلولا بارعة لإحياء محيطاتنا. وأتم: إنهم يقاتلون لحماية 30% من محيطات العالم بحلول عام 2030. صلاح يمر بواحدة من أفضل فتراته مع ليفربول، حيث سجل 10 أهداف وصنع 4 آخرين في 10 مباريات هذا الموسم. صلاح في حفل إيرتشوت متحمس للوجود هنا. إنقاذ المحيطات أمر حيوي. ظهر محمد صلاح جناح ليفربول سعيدا بالتواجد في حفل إيرتشوت لتكريم الفائزين بتقديم حلول للمشاكل البيئية. صلاح سلم جائزة أنقذ محيطاتنا في حفل كبير أقيم في قصر ألكسندرا الشهير وأطلق الأمير ويليام وسير ديفيد أتنبورو العام الماضي. لا يعرف محمد صلاح أيهما هدفه الأفضل أمام واتفورد أو مانشستر سيتي. اكتسح واتفورد بخماسية دون مقابل في الجولة 8 من الدوري الإنجليزي في مباراة شهدت هدف صلاح 104 معادل الإيفواري ديدي دروجبا كأفضل هداف إفريقي في البريمير ليج. وقال صلاح بعد المباراة عبر شبكة بيتي سبورتس الإنجليزية: أعتقد أننا أردنا ألا نبدأ مثل ما حدث أمام مانشستر سيتي، لذلك تحدثنا في غرفة الملابس عن بدء المباراة بشكل جيد وفعلنا ذلك. وأضاف: جميع الأهداف مهمة للغاية، لكن روبرتو فيرمينو قدم أداء رائعا بتسجيل هاتريك وأهنئه، وكذلك سجل ساديو ماني على الهدف الرائع. وردا على هدفي أمام واتفورد: أفضل من هدفي أمام سيتي، أجاب: لم أشاهد هدفي بعد، ربما يكون هدفي من مانشستر سيتي أفضل ولا أعلم أيهما أفضل. وأكمل: كنت في منطقة الجزاء أحاول إيجاد أحد أو التسجيل بنفسي، الأمر يتعلق بالفريق وهذا هو الأهم. ورد علي: هل يمر بأفضل فترات مسيرته؟ لا أعلم، أحيانا لا أحظى بالتوفيق لتسجيل الأهداف، لكنني أحاول بنسبة 100% لمساعدة الفريق. في تلك اللحظة أثق بنفسي، أساعد الفريق على حصد النقاط، وهذا هو الأكثر أهمية. وبذلك أصبح صلاح أفضل هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متساوياً مع الإيفواري ديدي دروجبا برصيد 104 أهداف، وسجل في 8 مباريات متتالية لأول مرة مع ليفربول. جو كول: محمد صلاح الأفضل في العالم يذكرني برونالدو. شبه جو كول لاعب تشيلسي السابق المصري محمد صلاح جناح ليفربول بالنجم البرازيلي رونالدو لاعب برشلونة السابق. وتألق محمد صلاح في مباراة فريق ليفربول أمام واتفورد التي انتهت بفوز الريدز 5-0، حيث سجل هدفاً بمجهود فردي رائع وصنع آخر. وقال جو كول في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية: هناك حجة كبيرة على كون محمد صلاح أفضل لاعب في العالم. وأضاف: بالتأكيد محمد صلاح أفضل لاعب في هذا البلد إنجلترا، هو في أفضل مستوى في حياته، كان من دواعي سروري مشاهدته، التمريرات للهدف الأول كانت رائعة أيضاً. وتم جو كول: صلاح لاعب كبير، أنت لا تقدر ذلك حتى ترى كل الأشياء الصغيرة خارج الكرة، إنه قوي جداً أيضاً من الناحية الفنية، هو لا يصدق، يذكرني برونالدو، لقد كان قوياً بشكل غريب. يورغن كلوب: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم. وصف مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب النجم المصري محمد صلاح بأنه أفضل لاعب في العالم، وذلك عقب أداء رائع في مباراة انتهت بفوز الريدز على واتفورد بخمسة أهداف نظيفة. وصنع محمد صلاح هدفاً ليفربول الأول بعد تمريرة حاسمة إلى ساديو ماني، كما سجل هدفاً رائعاً بمجهود فردي. وفي حديثه عن محمد صلاح قال كلوب لقناة بيتي سبورت: إنه في القمة، جميعنا نرى ذلك، من أفضل منه؟ وأضاف: أداؤه كان رائعاً اليوم، تمريرة الهدف الأول كانت رائعة، والهدف الآخر كان مميزاً،
يورغن كلوب: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم، وسجل صلاح في جميع مباريات الثمانية الأخيرة مع ليفربول. تفاصيل نارية: محمد صلاح يعلن أسباب رحيله رسمياً عن ليفربول. حلل جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق والمحلل الحالي مستقبل النجم المصري الدولي محمد صلاح مع ليفربول، حيث لا تزال المفاوضات جارية بين النادي وممثلي اللاعب بشأن تجديد عقده. يعتقد مدافع مانشستر يونايتد السابق أن مستقبل صلاح على المدى الطويل قد يكون في مكان آخر بعيداً عن الريدز بالفعل. وقال في حديثه على شبكة سكاي: لا أعتقد أنه سيبقى في ليفربول لبقية مسيرته، إنها وجهة نظر شخصية ولكن قد أكون مخطئا. استطرد: الدوري الإنجليزي سيكون أضعف إذ غادر، وعندما تتحدث عن لاعبين مثل رونالدو وبيكهام ومبابي فالأمر لا يتعلق بالمال فقط، هناك مشاريع مختلفة ويجب عليك اللعب في أندية معينة وتجربة أشياء مختلفة. واصل محددا النادي الأنسب له: أعتقد أن محمد صلاح يجب أن يختبر اللعب مع ريال مدريد، أعلم أن الأمر ليس رائعا في الوقت الحالي في برشلونة ومدريد، ولكن صلاح سيكون مهتما بإضافة اللعب لفريق مثل ريال مدريد في نهاية مسيرته بعد القيام بعمل استثنائي مع ليفربول. رابطة الدوري الإنجليزي تعنف محمد صلاح ورد فعل غريب جدا منهم. كشفت وسائل أعلام رياضية تقديم نادي ليفربول عرض ضخم لنجم الفريق اللاعب المصري محمد صلاح من أجل تجديد عقده. وقال تقرير نشرته صحيفة فوتبول إنسايدر الرياضية إن إدارة نادي ليفربول قدمت عرضا ضخما لتجديد عقد صلاح، وهو العقد الذي سيجعل صاحب الدخل الأعلى في الفريق. وأشار التقرير إلى أن إدارة الريد تسعى لحسم ملف تجديد عقد محمد صلاح قبل شهر يناير كانون الثاني المقبل تحسبا من العروض التي قد تقدم للنجم المصري. وأوضح التقرير أن عقد ليفربول المعروض على صلاح سيكون بقيمة 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا بالإضافة إلى المكافآت، وتكون قيمة العقد ب 82 مليون جنيه استرليني سنويا. لو بتحب محمد صلاح ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للنجم المصري. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب وجود محمد صلاح في حفل مع الأمير ويليام؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. قبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.